مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. بنشوف مؤخرا الكثير من برامج التحديات المتنوعه على شاشات التلفزيون او حتى على قنوات اليوتيوب، وما بين برامج التحديات هو تحدي ال 30 ثانيه وهو مخصص لعشاق كره القدم. ده تحدي منتشر جدا على مستوى الوطن العربي بشكل شخصي، وهو عباره عن تحدي بين اثنين لاعبين وبينهم حكم بيحكم في المنافسه ويحدد الفائز مين. الحقيقه بعد اللي انا شفته ده انا كنت فاهمه ان انا يعني مش بفهم في الكوره او مش بفهم في الرياضه، لكن بعد الحقيقه اللي انا شفته ده لا انا ميح. احنا كلنا بلاطه ممسوك يعني مفيش خالص 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 خالص. فك على الله حكايتي هو دي ولا صح يا اسامه؟ هو على الله حكايتي فعلا فيها الحقيقه اللي احنا شفناه حاجه مش طبيعيه، ولازم يعني فكره ان انا اقول اكبر عدد ممكن من المعلومات القرويه والصح جدا والدقيقه جدا في خلال 30 ثانيه دي، يعني ده انا لو حافظه التاريخ مش هقول كده. فالحقيقه لكن مصر قدرت انها في اثنين يتاهلوا للتصفيات النهائيه، واللي بتتلعب اللي هتتلعب ان شاء الله في الكويت. المنافسه كانت تقريبا 400,000 واحد متقدمين، عندنا اثنين منهم النهارده، دكتور عبد العزيز عزت واحد من المتاهلين، برحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. نور بيك. والمتاهل الثاني الاستاذ محمود عاشور، هو شغال في السياحه، ما اعرفش ايه اللي خلاه برضه يعرف الحاجات الكتيره في الكوره دي، بس هو عنده محتوى على اليوتيوب، وانت قلت لنا ان هو محتوى قروي برضه. ده حقيقي. انا برحب بيك، صباح الخير، مبروك ليك الاول. الله يبارك فيك. التاهل دي حقيقه، ولكن انا عايز في البدايه، يمكن ناس كتير سالتني وكان اصلا من بينهم فات ان احنا قعدنا نشرح فكره المسابقه عامله ازاي، فهي يعني انا عارف المسابقه ان ليها فقرات، فممكن كل واحد فيكم يقول لي مثلا فقره من ضمن الفقرات. بس سريعا بقى، انا عايزه ايه اللي هو الفقره ال 30 ثانيه؟ تمام. هي بتبدا بايه؟ بتبدا انا معايا ثلاث حاجات. اول فقره يعني هي فقره اسمها ماذا تعرف؟ ماذا تعرف دي ان مثلا سؤال زي مثلا لعيبه لعبت لريال مدريد وبرشلونه مثلا، فمثلا انا اقول مثلا لويس فيجو، هو يقول لويس انريكي، تفضل رايحه جايه بينا لحد ما واحد يعطل. اول ما حد يعطل خسر. وليه ثلاث محاولات؟ ثلاث سترايك وبعد كده النقطه تبقى للمنافس الثاني. يعني اللي يوقع ثلاثه ده خلاص ما تخسر النقطه. دي اول مرحله، المرحله اللي بعدها. الفقره الثانيه بقى اللي هي المزايد، اللي هي انا جبت فيها رقم قياسي. دي اللي هي المرعبه، دي اللي هتقول فيها 35 اسم. دي لا دي مزايد، يعني هو مثلا هو يسال سؤال، انت مثلا ممكن يسالك يقول لك قولي كم مذيع تعرفي مثلا في الوطن العربي في 30 ثانيه. فانت تقولي مثلا اقول 10، هو يقول 20، انت تقولي 25. اللي يكسب المزاد هو اللي ايه؟ يقول. هو اللي يقول. جاب الرقم اللي هو قاله ياخد النقط، ما جابش ما ياخدش. تاني ياخد النقط. كده فاضل، يبقى فاضل عندي حاجه اخيره. فاضل ثلاث فقرات بعد كده، بس الثلاثه منوطين بالسرعه. فقره اسمها الجرس، انه سؤال بيتسال واللي يدوس على الجرس الاول يجاوب. وبعدها برضو فقره اسمها المستحيل، دي فقره حديثه دلوقتي. دي بقى دي الفقره اللي هي نفسها الجرس، بس اسئله اصعب شويه بقى، اللي هي الاسئله خياليه يعني. اللي هو مثلا الكره الذهبيه سنه 60، الحاجات خزعبليه يعني، الحاجات اللي هي من ايام جدودنا دي. لو جوجل بس اللي عارف. انتوا قعدتوا تذاكروا قد ايه؟ يعني يعني انا دلوقتي لو جيت سالتني قولي لي 15 مذيع مثلا في الوطن العربي، انا اكيد هعطل، يعني هقول 2 3 4 وبعدين اقول ويعني التدريب السرعه ازاي يا دكتور؟ هو الموضوع معتمد على استحضار المعلومه، يعني انا شايف كل طول ما انت مستحضر المعلومه طول ما انت بتقول، زي ما انت قلتي لو فكرت ان انت هتعطل هتعطل. لا بس استنى، مع فاتن بتتكلم في نقطه تانية. انت دلوقتي بتتكلم انت في السؤال اللي انت كسرت فيه رقم عبد الله اشكاداني، فهو بيقول لك كان ايه السؤال؟ كان لعيبه لعبت في الدوري الانجليزي 5 سنين او اكتر. طيب لعيبه لعبت في الدوري الانجليزي 5 سنين او اكتر في 30 ثانيه، انا هعرف استحضر مثلا، انت قلت 30 لاعب؟ قلت 35. 35 لاعب في 30 ثانيه، يعني في الثانيه الواحده بقول فيها مثلا لعيب وربع. ما هو الفكره انا دايما كنت بحب اجمع لعيبه اليونايتد، انا بشجع اليونايتد. فاغلب لعيبه اليونايتد لعبت فترات كبيره في النادي. يعني كذا مره مثلا عارف يعني قدامي مثلا، انا قدامي الملعب وشايف مثلا ايه اللي جوان الباك اليمين وهو بيسالك الباك الشمال. فبقول بقى انا بقول يعني انا بص على الباك اليمين ده، فبقول كل اللي لعبه في الناحيه دي. بس فده بيبقى اسهل ان انت بخلص واخش على الباك الشمال، بخلص واخش. الدراسه يا دكتور؟ الحمد لله دكتور حافظ القران. لا يعني كنت شاطر، يعني انا عارفه ان انت صيدلي، لكن كنت شاطر يعني. طبعا صيدله جايب مجموع وكل حاجه، لكن فكره التفوق بقى اللي هو النبغه يعني. ما هو التفوق ده من القران، يعني انا القران مخلصه 9 سنين او 8 سنين ما شاء الله. فهو ده اللي بيديك اصلا. وفاكره؟
الحمد لله لحد دلوقتي. طيب عدنان محمود هو تقريبا كبير مشجع ريال مدريد في مصر صح كده؟ مظبوط انا يعني صح بالظبط يعني يونايتد وريال مدريد. بس يعني ريال مدريد هنا له جمهور كبير قوي في مصر طبعًا. يعني صعب انت لو حضرتك كبير مشجعين يعني الناس تقول عليا بس انا صعب قوي ان انا اوصف نفسي بالوصف ده. ايه التواضع ده؟ فممكن يبقى الموضوع الرياضه بقى. انت دلوقتي ريال مدريد والدوري الاسباني، بس احنا شفنا اسئله مالهاش علاقه بالدوري الاسباني، يمكن كل الدوريات ايطالي وانجليزي وكل اللي جاي يعني. فازاي برضو زي ما الدكتور قال كده، ازاي بتقدر تجمع المعلومات بتاعتك وازاي بتقدر تحفظها وتقولها بالشكل في الوقت ده؟ هو الموضوع ملوش علاقه انك بتذاكر عشان مسابقه، لا خالص. هو الموضوع ان انت دي حاجه انت بتحبها من وانت صغير قاعد بتجيب معلومات، او انت وانت قاعد كده فاضي ممكن تجيب دوكيومنتري تتفرج عليه، ممكن تجيب اهداف بطوله وتروح جايب لستة قائمه المنتخبات بتاعت البطوله دي، تفضل انت قاعد مستمتع مع نفسك كده يعني. زي ما الناس مثلا ممكن تقعد تتفرج على فيلم او تلعب بلاي ستيشن او اي حاجه، لا انا كنت دي ايوه اتفرج على فيلم، اتفرج على فيلم. انا مش هحفظ لقطاته، مش هحفظ مثلا ما يجي قاعده بتكلم انا ودياب دلوقتي لو خرجنا بره، انا مش هفتكر بالتفصيل دياب مثلا قال ايه، لكن ممكن افتكر توتال يعني شكل العام، لكن انتوا تفاصيل التفاصيل بالظبط. ما هي مره في الثانيه في الثالثه انت خلاص الموضوع خلاص انت، خصوصا انت مش مضغوط يعني، انت مش مثلا بتذاكر عشان عندك امتحان فانت مضغوط، لا دي حاجه انت بتعملها وانت مستمتع فتمام. وانت بتتسال السؤال يعني ترازت قال لي انا ببدا اتخيل الملعب واشوف الباك يمين والباك شمال وابدا ارسم، وانت بتتسال السؤال بقى عشان تعرف تجاوب. ويمكن انا شفت في المرحله الاوديشن شفت طريقه تفكيرك ان انت كلهم اثنوا على ان انت بتفكر بشكل كرييتيف عشان خاطر تجيب اللاعبين، فانت بتفكر ازاي بقى عشان خاطر تجيب المعلومات دي كلها؟ هو بص يعني لو نرجع للقصه دي، هو انا اول سؤال اتسالته كان كام لعيب اسكندنافي، السؤال ده كان صعب، وحتى يعني حتى اصحابي بعد كده قالوا لي يعني ايه اسكندنافي اصلا. بس الفكره انه هي خلاص انت بتيجي في دماغك بتروح جايب مثلا بلد يعني مثلا اسكندنافي يعني الدنمارك النرويج السويد، بتروح جايب لعيبه الدنمارك قايلها، بعدين تخش على السويد تخش على النرويج، قيس على كده اي حاجه بقى يعني مثلا لعيبه لعبت في الدوري الاسباني، هتروح قايل لعيبه مدريد الاول بعدين برشلونه بعدين اتلتيكو بس يعني. طب احنا انا قبل ما نطلع انا قلت لكم يعني هي ممكن تكون الحكايه فيك فيها شويه. لا احنا جايين النهارده عشان انت قلت لي مراتي نفسها المدام عندك شكة وسالتك جاوبتها، قلت لها ايه بقى الاول؟ هي بتقولي ان هم مدينك الاسئله مش طبيعي ان انت تجاوب بالشكل نفسها هي نفسها يعني احنا معذورين يا لا جماعه. هو مش مراته بس، لا هو ده موضوع، ويمكن في كل برنامج حتى عبد الله اشكناني نفسه كان الناس بتتكلم بيقول يا جماعه لا انتوا بتبقوا محضرين الاسئله، اصلا مش منطقي تماما ان في بشر عاديين كده زينا يبقوا عندهم معلومات. يقول لك الكره الذهبيه سنه 60، ده انا بتهيالي ومين نهائي دوري يعني ابطال. مع احترامي طبعا الكامل ليكم يعني، احنا بنقول دايما ان المصابين بالتوحد هم الاكثر يعني معلومات واكثر حاجات، لا احنا عدينا المرحله دي يعني. احنا فكره مجانين الكوره، احنا ممكن نقول مجانين الكوره فعلا يعني، بقى مجانين الكوره هم الاكثر سرعه بديهه خلاص بقى. انت عارفه من عشقي للكوره فخلاص انا حفظت كل التفاصيل بتاعه اللعيبه. بس انت عامل امتحان، احنا عاملين يلا بينا وانا همسك انا كل مهمتي في الحلقه دي قلت لهم يا جماعه انا همسك لكم الستوب ووتش، اسالهم بس على المسابقه فكره الجوائز بتاعها، فكره انتوا تاهلتم فالمفروض ايه اللي بعد كده جاي، والمفروض ان شاء الله باذن الله تبقى مواجهه مصريه خالصه، وحد فيكم ان شاء الله هو اللي يحصل على اللقب. الجوائز عامله ازاي الحاجات دي كلها؟ انتوا لازم حد فيكم واحد مش انتوا الاثنين. لا هو الفائز واحد بس، هو واحد فائز واحد بس، هو كان المفروض اصلا واحد اللي يتاهل من مصر بس يعني هو عمل زي قانون كده انه بقى اتنين من كل بلد بدل واحد. اوكي. تمام بس ده شيء جميل جدا. فكده هيبقى في اتنين من مصر، اتنين من الاردن، اتنين من الكويت، واتنين من السعوديه، كده احنا تمانية دور تمانية، وبعد كده اربعه، وبعد كده نهائي. كويس. والفائز بقى انا عايز اعرف الفائز في هذه المنافسه او في البطوله بقى دي كلها، الجائزه الكبرى تبقى عامله ازاي؟ بص هي الجائزه المفروض يعني انه حتى اتقالت قبل البرنامج يعني قبل الاوديشن المفروض عربيه ومبلغ 15,000 دولار. انا ده هتعمل بيهم ايه دول بقى؟ لو خدت 15,000 دولار والعربيه هما يجوا بعدين نشوف يعني. انت لسه ما عندكش اي، لا ده انا على فكره انا السؤال ده الدولار بكام النهارده؟ انا السؤال ده كنت بقيس بيه سرعه البديهه، انت هتجاوبني بسرعه وتقول لي انت عامل مشروع لل 15,000 دولار انت هتصرفهم فين ولا لا؟ واضح ان انت مش عامل اي
اصل يعني على ما يجوا ممكن نشوف هيبقى بكام بعد كده. فاه انت ناوي تحسب التغير يعني؟ طب وانت يا دكتور؟ انا اصحابي قسموهم من قبل ما يجوا اصلا. هتوزعهم ولا هم قسموهم ليك تعمل ايه؟ لا قسموهم ليهم هم، انا مش هاخد حاجه. طب اهم حاجه المدام علشان تثبت لها ان انت الاسئله كانت صح. والاسئله صح. ما احنا بقى احنا عاملين السؤال ده ليه بقى؟ عشان خاطر نثبت للساده المشاهدين ان الموضوع ما بيبقاش محضر بشكل مسبق. يعني ده سؤال صعب الاول؟ والله لا، مش سؤال صعب خالص يعني. ماشي. سؤال في المحليات بما ان احنا يعني خلاص هنا، فمش حاجات دوري انجليزي والكلام. ماشي. ده لا في المحليات. فالسؤال بتاعنا هو بس السؤال عشان هنظبط الستوب ووتش. مزاد اه مزاد هنزود على بعض. يلا هنشوف مين اللي هيقول لا. احنا السؤال بتاعنا بيقول مدرب مصري او اجنبي سبق وان درب في الدوري المصري في التاريخ، تقدر تذكر في 30 ثانيه. طب ماشي. 20 20 22 23 23. انت جالك السؤال ده قبل كده صح؟ والله ما فاكر. 24 25 قول. طب ماشي 25. اظبطي بقى على الستوب ووتش. انا البتاع ده مش باين عندي. هات لي الستوب ووتش انت بقى، لان مش عارفه اجيبه في على الموبايل. رخيبه حتى في دي يا رب. وصلنا لكام؟ وصلنا لكام؟ 25. احنا مش عايزين نلحق ان هو يرتب. ماشي هنعمل السؤال ده لازم ضروري علشان نشوف. يلا. ماشي. هيتيكوتي، جوزيه، بونفرير، حسام البدري، محمد يوسف، محمد صلاح، محمد حلمي، فريرا، كابرال، اوتوفيستر، ماكلش، جوزيه جوميز، معتمد جمال، انت عارف فكرني. حسام حسن. حسام حسن. عشري. طارق العشري، تامر مصطفى. 15 من 25 كان المفروض النقطة بقى تروح ايه؟ تروح له. تروح له هو على طول. طب احنا مش هنسأل الدكتور؟ ما هو ما قالش بتاع. عايز تسأليه سليم. أنا ممكن أسأله على حاجة قبل ما نختم. هو أصعب سؤال من وجهة نظرك أنت اتسألته؟ أصعب سؤال كان أول لاعب تشيكي خد الكرة الذهبية. أول لاعب، بص السؤال، أول لاعب تشيكي خد الكرة الذهبية. ده كان سنة كام ده يا سنة 62. ما شاء الله ما شاء الله. انت بتشجع مين طيب في اوروبا؟ طبعا مش ريال مدريد. طبعا ريال مدريد طبعا. مش طيب اسالنا سؤال عن مدريد انا وهو نجاوب فيه. ريال مدريد. هو مشجع مدريد. طيب صح طبعا يعني. طيب عايزين اللعيبه لعبت للانديه الكبار في الدوري الاسباني في التاريخ، الاثنين ريال مدريد وبرشلونه لعبوا في الاثنين. يعني لعب في ريال مدريد وبرشلونه؟ لعب في ريال مدريد ولعب في برشلونه. هنا او هنا؟ لا هو لعب شارك مع الفرقتين في ريال مدريد وراح برشلونه. الاثنين. طيب هم 10 مش كتير. ها اخر 10 10 مين هيجاوب؟ مين هيقول ال 10؟ انا جاوبه معايا. هتقول 10؟ يلا. تفوت بتوقت؟ طبعا. طب يلا. حتى ظبط الوقت ما عرفتش اعمل. يلا. ريكاردو زامورا، لوبيتيجي، جورجي حاجي، لويس فيجو، لويس انريكي، رونالدو، سامو ليتو. فين الباقيين؟ سيلادس. سانشيز. حسدناهم. سيلادس فين كان؟ شوستر وبروزينسكي الكرواتي. شفت بقى ليه؟ احنا حسدناهم؟ لا احنا بصوا يعني احنا الموضوع صعب. فعلا صعب. وده نجاحكم للمرحله دي هو بيدل على عشق كامل لكره القدم، ويعني حب غير طبيعي في ان انا احفظ كل الاسماء اللي هي الصعبه اللي انت ما بتعرفيش تقريها اصلا يعني. ما اعرف انا ما بفهمش اساسا. انت بتهزر. احنا بشكر الدكتور عبد العزيز عزت، وبشكر كمان الاستاذ محمود عاشور. انتوا شرفتونا ونورتونا. اتمنى لكم كل توفيق وان شاء الله شجعكم بقى في المسابقه. وواحد لازم مصري يكسب. يا بصوا بقى هموت نفسنا يعني. هتجيبوها ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكم وبالتوفيق دايما. لينا نخرج فاصل موجز الرياضه ونرجع نكمل بقى في القناه.